من استوديوهات الام بي سي في بيروت، برنامج على مسؤوليتي. عام من الحوار، النقاش، المواقف الضاحكة والمحاور الغنية على مسؤوليتي في عام. والآن مع حامل المسؤولية الفنان دوريد لحام. ما في حدا لا تندهي، ما في حدا بس حاسس انه في كل الحدا. الناس مو مطرحهم بس حيبقى مطرحهم بالقلب، ان كانوا ومن كانوا. هضل اسمع صوت تصفيقهم، هاسمع صوت ضحكاتهم، هاسمع عيونهم انه عم يحكوني بألف كلمة محبة ومحبة. لما بنعمل عزيمة لأصدقاء أو للأهل بزيد أكل كتير، بفرح مو لأنه زاد أكله ما أكلوه، لا بفرح لأنه تاني نهار غداي جردة، بحب الجردة لأنها فيها منوعات. أنا اليوم أو بهالحلقة الأخيرة بهالموسم من برنامج على مسؤوليتي عازمكن على جردة 57 حلقة سبقت. أوقات مرتي بتقلي لك يا دوريد ليش لما بصير بهالبرنامج حكي عن الرجال بتقللوا الملح، ولما بصير حكي عن النسوان بتبهروها أكثر من اللازم. قلت لها حبيبتي شوفي، كتر الملح بينزع الطبخة، أما كتر البهار بيغطي على جهل الطباخ. بدراسة حول التدخين ظهر أنه الرجل بيشعل سيجارة لما بيشعر بالغضب، بينما المرأة بتشعل السيجارة لما بتشعر بالسرور. بدون حاجة للدراسة، نحن رجال منعرف هالنتيجة. فالمرأة بتستمر بالنق على زوجها حتى يطلع خلقه ويشعل سيجارة، ساعتها بتحس بالسعادة وبتبلش تدخن. قرر زوج إيطالي أن يسافر مع زوجته حول العالم على دراجة هوائية بسكليت، وذلك من أجل الدعوة إلى السلام. أنا بصراحة بحيي هذا الرجل على شجاعته وإصراره، مو على قطع هالمسافة لكن على تحمله لزوجته طول هالمدة. حكمت محكمة فيتنامية على رجل بالسجن 9 سنوات لتسببه في وفاة والد زوجته، حماه يعني، بعد ما قضم جزء من ابنه. الرجل دافع عن نفسه بأنه أراد التخلص من نق حماته على ابن حماه. اعتقلت شرطة نيويورك سيدة بسبب حصولها على 25,000 دولار كمساعدة لزعمها بأنه زوجها قتل في حادثة 11 أيلول، وتبين فيما بعد أنه زوجها هجرها قبل شهر من الأحداث. السيدة على فكرة قال ما بترجع المبلغ ليرجعوا لجوزها، والجوز قال ما بيرجع مرته ليرجعوا برجين التجارة العالمي. من أخبارنا أنه دراسة علمية جديدة أثبتت أن قوة السمع لدى النساء أقوى مما هي عليه لدى الرجال. الحقيقة في فرق تاني بالنسبة للسمع بين الرجل والمرأة، هو أنه الرجل بيسمع الحكي من هون وبيطلع من هون، بينما عند المرأة بيفوت الحكي من هون ومن هون وبيطلع من هون. كثير من اللي بيتابعوا البرنامج بيقولوا لي يا دوريد عم تطولوا لسانكم كثير بهالبرنامج، ما بتخافوا حدا يعملكم شيء؟ بقول لهم هالحدا يلي قادر يعملنا شيء بيحب الصدق مثلنا، ونحن بنحكي كلمة صدق طالعة من القلب. عنا أمل شي مرسال يوصل هالكلمة لهالحدا. مسؤول عربي متهم بالفساد أعلن أنه مفلس وأنه باع اللي فوقه واللي تحته، بس أكيد اشترى اللي جنبه. الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات محبوس بمقره برام الله بمباركة أمريكية، ومع ذلك عم بتطالبوا أمريكا يتحرك لتهدئة الأوضاع وإيقاف الانتفاضة.
شو رأيكم؟ من وين لبين بده يتحرك؟ من الصالون لأوضة القعدة ولا من المطبخ للحمام للتعبير عن رأيه بهالطلب؟ ضمت الحكومة الفرنسية الجديدة التي أعيد تشكيلها وزيرين من أصل عربي بين أعضائها. أكيد ضموا وزيرين عرب للحكومة الفرنساوية ليفهموا شو الخلطة السرية للحكومات العربية. الناس بتجوع، التنمية بتوقف، البشر بتتضايق، ومع ذلك الحكومات ما بتسقط. وزير المالية والخارجية الهنديين الجديدين تسلم مهامهما يوما واحدا لحين مرور يوم الثلاثاء، لأنه باعتقاد الهنود أنه العمل اللي بيبدأ يوم الثلاثاء يعتبر أمر زائل. وزير عربي ضل 25 سنة بالوزارة بعدين طالعوه، راح لمرته قال له عجبك يظهر أول يوم داومت فيه بالوزارة كان يوم ثلاثاء، مشان هيك طالعوني بهالسرعة. قضت محكمة في البيرو بضرورة إجراء اختبار للحمض النووي للرئيس البيروفي لتحديد ما إذا كان والد فتاة تبلغ 14 من عمرها اعترف بإقامة علاقات سابقة مع أمها لكنه أنكر بنوتها. نحن يعني زعماءنا العرب بدون ما يقيموا علاقات مع أماتنا بنعتبرهم أباتنا. وهن كمان بيعاملونا مثل أولاد صغار اللي بدهم ترباية، ودائما نحن بندعي لهم بطول العمر مشان يضلوا يعطونا مصروفنا. بيومنا بنذكر الشيطان كتير كأنه عادة، نسينا شيء بنقول الله يلعن الشيطان، وإحنا بمصيبة الله يلعن الشيطان، صارت لنا نكبة الله يلعن الشيطان. مشان هيك بهالبرنامج ذكرنا كتير شارون وبوش. العاملون في حديقة حيوانات الجيزة في مصر أطلقوا اسم شارون على قرد ضخم الجثة من أصل زائري. القرد حاول الانتحار القرد حاول الانتحار احتجاجا على هالمزحة الثقيلة. في رحلة ذكريات وصل جورج بوش الأب إلى المكان اللي أسقطت فيه طائرته قبل 58 سنة باليابان عندما كان طيار حربي عم بيشارك بالحرب العالمية الثانية، وتمكن من النجاة بأعجوبة. لو ما تمكن من النجاة يعني لو ما نجي كان تجوز، كان ما خلف، ولو ما خلف كان بعد عن حاله ملايين المسبات بكل اللغات كل يوم بسبب خلفة. أعلن طبيب نفسي فلسطيني يحمل الجنسية الفرنسية ويقيم في فرنسا ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة الفلسطينية المرتقبة في أوائل العام القادم. يظهر هذا الطبيب النفسي الفلسطيني دارس نفسية بوشها وبيعرفوا أنه بيخربط بالحكي وبالجغرافيا، أنه عنده أمل بركي بكرة بزلة لسان من بوش بيعلن قيام الدولة الفلسطينية بفرنسا وعاصمتها الكوت دازور. عملنا الأسباب العشرة وما سألنا حالنا طيب ليش عشرة؟ ليش مو خمسة؟ ليش مو سبعة؟ ليش 12؟ يمكن الرقم عشرة له سحر خاص بحياتنا. هالرقم متهيئ لي ملازمنا منذ الطفولة، لما كنا بالابتدائي كان حلمنا ناخد بالدرس عشرة على عشرة. الأستاذ لما بده يعاقبنا يلنا هاي الجملة كتبها 10 مرات. حتى الأهل لما بده يتباهوا فينا يقولوا إيه الحمد لله ابننا صار يعرف يعد من الواحد للعشرة. إذا بدك تأكد لواحد شيء بتقول له ببصم لك بالعشرة، إذا بدك تذكره بتقول له لك صرت قايل لك ياها 10 مرات. رح أترككم مع أول عشرة من عشرة.
أولا إذا استلمت رسالة تحوي مسحوق أبيض أبلغ فورا مسؤولك المباشر، وإذا لم يكن موجودا كالعادة فعوضك على الله. أما الأمر الأول الذي إذا حصل لك سيدتي فأنت زوجة رجل مهم، عندما تقرأين في صحف الصباح أن زوجك هو المتهم الأول في أكبر عملية اختلاس للمال العام. أما الشيء الأول الذي يمر في حياة العربي دون أن يلاحظ فهو تكرار كلمة عقبال في حياته. فإذا تخرجت من المدرسة بيقولوا لك عقبال الشهادة الجامعية، ولما بتتخرج من الجامعة عقبال العروس، ولما بتتزوج عقبال الأولاد، ولما بيجيك أولاد عقبال ما نفرح فيهم، ولما بتفرح فيهم عقبال ما تفرح بأولادهم، وهيك بيكون عمرك خلص وانت مو عامل شيء. أما أكثر القوانين غرابة في العالم فهو من أستراليا، حيث يمنع ممارسة الجنس لمن هم دون 16 ما لم يكن ذلك بحضور أحد الوالدين. أما الحكمة أو القول المأثور الأول الذي أطلقه بوش وتدل على ذكائه الخارق فهي: أولا أنا أعرف ما أعتقد به وسأواصل توضيح ما أعتقد به، وما أعتقد به أعتقد أن اعتقادي صحيح. أما الأمر الأول الذي يميز الدولة المؤقتة فهو: أولا الوكلاء الحصريون لها مجموعة بوش جونيور وأولاده إش إم إم، احذروا التقليد. أما الطريقة الأولى والمثلى لجعل المواطن العربي يضحك ويفرح من كل قلبه فهي أن يتخيل مشاركة 7 زعماء عرب في برنامج الحلقة الأضعف. ومشاهدة مقدمته ريتا خوري وهي تقول لهم الواحد تلو الآخر: أنت الحلقة الأضعف، الله معك. أما أكثر متشابهان فهما: أولا الفيل والزعيم العربي، الاثنين ما بيطيروا. بس على فكرة أوقات الفيل بيطيرها بس ما بيعلي. أما الأمر الأول الذي يستحيل حدوثه فهو: أولا يستحيل أن تحلق عند حلاق بيحرك مقصه أكثر مما بيحرك لسانه. أما الأمر الأول الذي يتبدل مما قبل الزواج إلى ما بعده فهو: قبل الزواج لو تطلبي لبن العصفور بجيب لك إياه، بعد الزواج لبن المراعي معبي الأسواق، شو بدنا بلبن العصفور؟ انتهت مقبلات الجردة، انتظرونا بالمنسف الجاي ورجعين. على مدى 57 حلقة عملنا عشرات الحوارات، لكن بحلقة الجردة هاي وعنا بمشكلة يلي بيوقعوا فيها المسؤولين العرب بكل مؤتمراتهم، وهي صياغة البيان الختامي. لأنه واحد بده يضيف جملة، الثاني بده يحذف كلمة، الثالث لشو هالنقطة هاي، الرابع ديروا بالكم ها أمريكا ممكن تتضايق من الفاصلة بين هالجملتين. بيطلع بالنتيجة بيان قوي محكم بنقرا من فوق لتحت ومن تحت لفوق، وما بتفرق لأنك ما بتفهم منه شيء. تابعوا معنا الحوار الجاي لتشوفوا قدرنا نقلدهم. معقولة ولا محطة عرض الحدود؟ كذا كذا كذا، توقف عن التكبيس بأزراري لقد هلكتني. منو؟ من الأخ اللي حكى؟ أنا الذي
اهلا اهلا سيد ريموت كنترول، انا دريد لحاف. اعرفك اعرفك، انا اعرفك، انت الذي تقول في كل مره باذن الله تشوف كل اسبوع الجاي اذا ما صار شيء. ما بيصير شيء وبترجع شيء، انا شايفك على الام بي سي. يعني حضرتك متضايق مني ولا من الام بي سي؟ انني منزعج من الام بي سي، قد ما بيكبسوني عليا. وعلى اي برنامج بيكبسوك اكثر شيء؟ على هوا البرنامج او على هوا الايادي التي تمسكني. ممكن توضح لي؟ يعني هذا الذي يحلم ان يقبر الفقر فيكبسني على من سيربح المليون. وهؤلاء بيطلعوا شي 250 مليون عربي. خير، شو اللي صار؟ من يومين سافرت من كابول لقندهار مشان غطي اخبار تورا بورا. عالطريق وقفونا مسلحين وكل واحد حاله دقنه، قصوله عدنه وبخاره. بدهن يكونوا طالبان. والله ما بعرف، ضاعت الطاسة هون. تعرف الحكمة الهندية؟ اني من هون، اني حكمة تبع لا ارى لا اسمع لا اتكلم. طبعا طبعا سمعان فيها، سمعان. هون صارت بعد ما قصوله مناخيرون، لا ارى لا اسمع لا اتكلم لا اهجم لا اهجم. صحيح. وليش حالق نص دقنك؟ ليش حالق نص دقنك؟ استحياط، لانه اذا طلعوا لي طالبان بعطيهم الخد، والتحالف بعطيهم الخد. طيب وكيف تقييمك للوضع بافغانستان؟ ايوه الوضع فايت ببعضه، طالبان هربوا والتحالف اختلفوا والبشتون نازلين بالاثنين. ايوه ودخلك مطولة الحرب؟ الحرب مطولة؟ والله انا برأيي انه ما راح تنتهي. وكيف استخلصت هالنتيجة؟ كيف عرفت؟ شنو لقد صرح لي جنرال امريكي لم يفصح عن اسمه يعمل عند بنته لاغون. منو هاي بنته لاغون؟ مين بنت اغون؟ ما بعرف. هو هيك قال لي انه بيشتغل عند بنته لاغون. ليكون قصدك البنت اغون. والله يمكن هي هي مزبوط، هي هي بنت اغون مزبوط. اهلا وسهلا باحلى قطه في العالم. ايوه القطة الأولى على راسي. مثل ما بدك. حضرتك بواشنطن؟ وفي المكتب البيضاوي كذلك. يعني عندك اطلاع على السياسة الأمريكية؟ نياو. ما فهمت شو يعني نياو. يعني يس. والنو؟ نو يسمعوها العرب مننا دائما. ايوه، وشو آخر مستجدات السياسة الأمريكية تجاهنا؟ لقد سلموني ملف الشرق الأوسط. ليش؟ وليش إليك بالذات؟ لأن ملف الشرق الأوسط يحتاج لواحدة مثلي بسبعة أرواح. باين عليك بردان. شنو في منخفض جوي وانا بلا قميص وبلا جاكيت. وليش مالك لابس؟ بعت القميص والجاكيت عشان اشتري ورده لعيد الحب. بعرف ما في بخاطرك حدا. لمين بدك تقدم الورده؟ لمين بدك تقدمها؟ شفت بنت حلوه مثل القمر، قدمت لها الورده وقلت لها واسمعي دف. اكيد كانت مبسوطه، ما هيك؟ كتير كتير وعجبت فيي وبالوردة لدرجة انه سفقتني كف. وهي العلامة كانت عشراوية، العلامة اليمين هاي العلامة. وليش ضربتك؟ ليش ضربتك؟ شنو افتكرت انه قصدي غير شيء لاني شالح. اهلا بكم في قمة العربي في بيروت. لا. للتدليك والمساج اضغط الرقم 2، للاتصال بمكتب الأمن اضغط الرقم 3، للخ...
الخدمات الخاصة. اضغط الرقم الجميل. ويرجى أخذ العلم بأن تسعيرة هذا الرقم مضاعفة. لمعرفة قرارات القمة اضغط الرقم 5. وصلنا 5. 5 و5 بإذن الله. 5. نعم. أهلا بكم في المكتب الإعلامي لقسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية. لك يا حبايبنا يا جماعة، بدنا قرارات القمة. شو وصلنا لوزارة الخارجية الأمريكية لتكونوا خربطتوا بالزر؟ لسماع قرارات القمة العربية الأول بشأن المسألة الفلسطينية. اضغط الرقم 1. طيب والواحد الأولاني اللي ضغطناه صاروا 1. ها هذا القرار غير متوفر حاليا. قد يكون الرقم الذي تطلبه مقفلا أو خارج نطاق الخدمة. حاول الاتصال لاحقا لسماع القرار الثاني حول الضربة الأمريكية المحتملة للعراق. اضغط الرقم 2. يا منجي 2. يا مغيث، القرار الذي تطلبه مشغول حاليا. الرجاء تسجيل رسالة صوتية. لسماع القرار الثالث حول التضامن العربي اضغط الرقم 3. 3 ايوه 3. يلا بركي ان شاء الله الثالثة سابتة. 3. 3 ضغطنا 3 يا قمة. القرار المطلوب مفصول. لمعرفة موقف القمة من الصومال اضغط زر النجمة. نجمة؟ وين نجمة؟ بل العسكر ما خلوا نجوم. نأسف أن القرارات المتعلقة بالصومال خارج نطاق التغطية. يرجى عدم المحاولة ثانية. للعودة إلى قرارات القمة اضغط على الرقم 1. طيب أنا انت يا عمي صرنا ضغطين 1 وهي تالت 1 صاروا 111. هي 1. أخي المشترك، للتوفير عليك ولمعرفة قرارات القمة العربية بأسرع صورة ممكنة راجع أرشيف القمم السابقة. شو هي فلسطين؟ هي أرض عربية احتلوها اليهود. وانتو شو عملتوا؟ عم نستناك لتنزل. يعني ما عملتوا شيء؟ هلا لا تاخذ وتعطي معي طقت مية الراس تبع امك، صار لازم تنزل بقى. نادي للداية تمد ايدها وتسحبني. دقيقة دقيقة بس وحدة، لانه راحت تجيب مي سخنة وتجي. صحيح، مين وهاد يلي بيقول ايها الشعب الكريم؟ بقوم ابي بسبه وبيطفي التلفزيون. بس تنزل بتعرف وحتشوفه كتير. ما بنزل لأعرف مين وهاد. لك يا أخي ما بقدر إلاك، لأنه المخابرات بيمدوا إيدهم وبيسحبوني من هون. مين هدول المخابرات؟ سدنيعك انتهى. برأيك شو بتتخيل اللي بده يصير بالمنطقة العربية؟ بيقولوا الكبرية يلي ما بيجي لعندك روح لعنده. رحنا لعندهم وهنن عنا. جاورنا الحرمين الشريفين بالسعودية، جاورنا الأهل بالكويت، وشعلنا الشمعة الأولى للإم بي سي بدبي.
من استديوهات الام بي سي في الرياض ضيوف على مسؤوليتي. لكن احيانا مين هو الناقد؟ هل هو الذي يكتب نقد؟ الشاعر ليس ناقدا؟ نعم. يعني الشاعر لما يقف الى احد المسؤولين ويقول لسيدي لولاك ما سقط المطر، لولاك ما طلع الشجر، لولاك ما بزغ القمر، لولاك يا صدام ما خلق البشر، ماذا تعتقد هذا؟ هذا لا علاقة له بالله عليك. ايش نسميه؟ نعم. هذا هذا مثل ما بتسميه حضرتك. تمام. من مهرجانات هلا فبراير ومن استوديوهات تلفزيون دولة الكويت ضيوف على مسؤولية. شو أهم الأشياء اللي بتأخر البنت أو الشاب عن الزواج؟ والله عدم الأهلية ساعات يكون، حتى لو هو يكون مثلا لسه طالب أو يحب واحدة، وذل ما قلت لك الحين قول الجيل، الجيل تغير الحين، الجيل مو كل شيء قام يعرفونه، ومسرع ما الواحد يحب. أنا ولدي عمره 12 سنة أو 11 سنة، كنت مرة معاه في حمام سباحة قاعدين أسوي نسوي تمارين أنا معاه، فقاعد يأذيني، قلت له بابا أبعد عني شوي لأنك أنت قاعد تطبش برجلك قاعد تأذيني ترش الماء علي. قال لي بابا عشان أكون معاك، قلت له لا روح ناحية ثانية. فلقيت واحدة بنت صغيرة من عمرها صغيرة قاعدة ناحية الأطفال قاعدة، قلت له روح اقعد معاك. قلت له حبيبتي شو اسمك؟ قالت لي اسمي دلال. قلت لها روح لعب مع دلال، هذا اسمه حسين، روح حسين لعب مع دلال. قاعدة لعبوا مع بعض، أنا خلصت يلا حسن نمشي، طالعني قلت نمشي. يعني خلينا قاعدين قاعد نتكلم وهذا. المهم رحت لقيتها، لا طيب بابا دلال لوحدها قاعده الحين بغرفه الهذا. قلت له طيب روح انا بس اخلص انا اديك على طول. رحت انا بالفعل غيرت واستنيتها باللوبي لغايه ما ياه ولبس وهذا وكذا بالسياره واحنا رادين. انا فاتح الريكوردر فوطى على الصوت. قال لي بابا تنام. قال لي شكرا. قلت له على شو؟ قال لي انك ضبطني. من مدينة دبي للإعلام ومن أمام مبنى الام بي سي ضيوف على مسؤولية. أنا في تقديري أنها بلغت مرحلة الآن الوسائل الإعلامية أو المحطات الفضائية العربية، أعتقد أنها بدأت تدخل سن الشيخوخة مبكرا جدا، وبالتالي حتى الام بي سي بما في ذلك الام بي سي وغيرها من ذلك. سمعتي لازم نطر لبعض ما تخلي يطلع بعد حلقة بنحكي معلش يلا ما احنا. أو سؤال آخر، هل يا ترى الخطة الصحفية مثل ما بتقولوها أستاذ جهاد أنه خطة إعلامية، هل تبرر الخطة الإعلامية أنك تنشر شيء بضرب مصلحة الوطن؟ لا بس أنا مثلا لو شفت شارون بتمنى أخبطه على راسه، ما بدي خطة إعلامية. كثير من الأحيان نتعامل مع الأطفال على أنهم أشياء صغيرة مش إنسان صغير. اللي بيدخل لمملكة الطفولة بيدرك قديش الأطفال عندهم فلسفتهم الخاصة، الفلسفة الفطرية اللي بكتير من الأحيان بتفوق فلسفة الكبار. بيقولوا الذكاء مو بالجواب، الذكاء بالسؤال. وياما الأطفال مأحرجينكم بأسئلة ما عم تعرفوا تلاقوا لجواب. المستشرقين بيقولوا عن بلادنا أنه هي للبلاد اللي بتعرض الأحذية بواجهة بلور خوفا عليها من الغبرة، بينما اللحم بتعرضه أمام الدكاكين وبدون واجهات ومعرض للغبرة والدبان. تعالوا نشوف حالنا بعيون الأطفال والمستشرقين. حسي إنه العالم عليه واجب نحو هؤلاء أو أبطال الانتفاضة، ولا نحن واجبنا أول كعرب؟ نحن طبعا أكيد واجبنا أول كعرب، بس كمان في ما ننسى الواجب العالمي اللي عم بيكون ضده مو معهم. يعني عادة الدول الكبرى مثل أمريكا مثل فرنسا مثل الدول ما بتهتم، بالعكس بتزيد. يعني مثلا بتوقف، يعني ساكتة على أعمال الإسرائيلية، يعني تسكت 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 لما يعني مثلا واحد يهودي بموت الدنيا كلها كلها تقوم عليهم، 25 منهم فلسطيني، 25 منهم مجازر تصير. يا أخي ما شو الشغل العظيم، يلا معلش مات كثير مثلهم رح يموت إسا وخلص ما عنده مشكلة. يعني قصدك العالم مهم يكسبوا مع الدول الكبرى مثل أمريكا، المهم يكسبوا معهم. يعني شوف أمريكا
أمريكا بس مات منهم 6000 شخص طاعش سووا وقلب الدنيا فوق هذا. شلون أطفال فلسطين اللي توفوا وش كثرهم وأهلهم ما قالوا شيء؟ بالعكس كانوا مستثنين أنهم شهداء وبدمهم طهروا دولتهم وساكتين عن المجازر اللي أنا رحت أمريكا رحت أوروبا بشوف السيارات كلها تمشي هيك على لينات بيضاء بالطريق كله هيك يعني ما في تغيير ما في سوسبنس يعني على الأقل عنا بتشوف هيك هيك هيك, هيك يعني تغيير بيعمل حركة بالحياة هذا هو حتى حلو قوي يعني بيعملوا صور حلوة جدا يعني الواحد يعني لما يطل من فوق عمارة يعني ويشوف العربيات عاملة ايه يعني ممكن ينبسط قوي بس لما تكون تحت ده موضوع تاني لا لا والموضوع خطر جدا لما تتعود على المرور نظام المرور بعدين ترجع على بلد وتسوق بنفس النظام ما خوف الناس اكيد ما هتعرف هلا بتسوقي حضرتك بالقاهره وتسوقي منيح مثل البقيه هيك وهيك انا جريئه جدا تمام كمان بس المشكله زي ما بتقول دكتوره لما ترجع امريكا او بريطانيا وتسوق كده يعني هتاخد مخالفه يعني بعد دقيقتين اذا وصلتوا لنص المنسف ارتاحوا شوي وخذوا دمعه ماي ورجعين بالعادة لما حدا بده يعمل عزيمة أكثر ضيوف ما بينساهن هن اللي كسر له كاسة اللي علّى صوته اللي زعل وطلع قبل ما تخلص العزيمة نحن ضيوفنا اللي استضفناهم بالبرنامج نتذكرهم بطريقة تانية البرنامج واحد انا اطول منه في كل برنامج في مشاهد وحوارات ما بتنسى على مسؤوليتنا اخترنا من عده حلقات اجمل لحظات القمم العربيه ما بتنعقد بس على مستوى الملوك والرؤساء برنامجنا عقد قمه عربيه بس للقاعده الشعبيه ويا لطيف شو بتفرق هدول قاعده ما بدهن مرسيدس تاخذهم بالسيرفيس ليش تاكسي ما في سيرفيس مثلا من الشام على بيروت بلا لا سيرفيس تجي تاكسي لا نحن تنقلاته في داخل البلد اللي فيها المؤتمر انا بقترح ناخذ باص مكيف لرؤساء الوفود ومخلي اثنين كراسي لامين جامعه العربيه ولامين هيئه الامم المتحده تفضلتوا على فكره لا جد هذا مصاريفي والله صرت صارف حوالي 4200 دولار والله زين حط فوقهم 4200 بده يسرقهم المحاسب شفتوا شو فيها توفيق الاختلاف بالرأي بالبرلمانات العربية وغير العربية ممكن يوصل لعدة معارضة تنزل بمحضر الجلسة ماركة جديدة اسمها إير شوكليتس يعني شوكولا الإدن نتمنى تدوقوها معلش نبدأ من على الشمال أو على اليمين أو تفضلي تتلاك لا تفضلي تفضلي أي إدن بدك دي أصغر واحدة يعني ما فينا نقول إلا فحتين يعني اسمحوا لنا الضيافة اليوم غير شكل بقى بجوز تصير موضة يعني وباعتبار بالعالم كله في حكومة ومعارضة عنا صار في حكومة ومعاضضة ويمكن مين بيعرف بكرة نلاقي بحملات الدعايات الانتخابية شعارات مثل انتخبوا فلان خير من يعض لكم تحت قمة البرلمان أو انتخبوا
المرشح النزيه الذي عض وزيرين واربع نواب. بعد السيجارة أي موضوع بهم الناس يعني محور للنقاش مع ضيوف على مسؤوليتي. اسمعوا شو قالوا ضيوفنا عن التدخين وعن سيجارة، بدايتها دلع ونهايتها ولع. مثلا أنا جوزي بيدخن. ما بيدخن؟ بيدخن بيدخن بيبدع كمان. وبعدين هو بيدخن نوع دخان معين وأنا معودة على هذا المعين. بقى نهار دخل علينا صديق لقلنا وبقول له انت ليه أنطوان بتدخن هاي السيجارة؟ انه جرب هاي السيجارة الجديدة هي احسن واخف للصحة. قام غير دخانه الاساسي وجاب هالدخان الجديد. ما رح تصدق شو صار، كنت هو بيدخن انا بسعر كل الوقت لان انا معود على هديك ريحه. لما اجى عندنا صديقنا مره ثانيه قلت له يا خد شو بدك فينا يا خد احنا مبسوطين. او يكون بدها سيجاره بعد هالحكي. مساله انه في اي سماعه جوال محمول الموبايل سماعه سيلولر كل اسماء لوسيله اتصال وحده خاصة عندنا. ألو خليج، لحظة عم نسجل. أنا قاعد في مكان عام وجنبي شايب قروي، أظنه قروي، ما قد شاف جوال ولا سمع بالجوال، فيطالع بالزلمة اللي قدامي يتكلم هذاك بحماس. والله مو بنا، أقول لك لا يا شيخ خلاص. الشايب يطالع فيك. الحمد لله الحمد لله. كفنان أنا رافض مبدأ الموبايل، اللي عايزني ما أنا في البيت في تليفون. اوردر يجي لي في البيت، انما مريح جدا. الموبايل ده هيبقى جاسوس عليا في كل حته. يعني في ناس عم يتدينوا ليه؟ لا في ناس ما بتستعملش الموبايل، انا منهم. في ناس ما بتستعملش رن تليفون الموبايل. ايوه احنا وعيش ورز. لا ده للخدمة العائلية. تفضل يا استاذ سعاد. مثل بيقول مفتاح البطن لأمي. بحوار من احدى الحلقات شوفوا شو صار لما كلمة فستق تحولت لحوار عن العبودية. نعم. يسموه فستق ايه؟ فستق سوداني. فستق ماذا؟ فستق أمولي. ما بتزعل؟ تفضل. لا ما بزعل، لأنه جاي من افريقيا. نظرة دي نظرة بتاع التعالي صح؟ لا مو نظرة التعالي. لا شو اللي احنا وعبيد يعني انت استعبدت افريقي؟ لا لا ما هي كده، ما ارتبط اللون الاسود بالعبوديه صح، لانه جاي من قاره سوداء هو بتاع عبيد. طب التوارث هو بس ابدا منظم. معليش ما هي نظره اجدادنا وكذا وكذا ماشيه كويس. ما انا ما معترف انا انه انا 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 سيد الاسياد انا في نظر نفسي وكذا. لكن بقول لك انه ده موجود في الوجدان بتاعنا. المتعارف عليه دائما وكان يقولوا حتى زملائي انه المراه الحلوه يجب ان تكون غبيه والمراه الذكيه يجب ان تكون بشعه قبيحه. هذا الحقيقه. لا هذا هذا المطروح. بتعرفي شو اللي بده يصير؟ شو بده يصير؟ بالكلام اللي انت كامراه عم تتبنيه وانت لازم تتبنيه. انا مالي عم بتمنى. عم تقولي انه معروف على انه الذكيه قبيحه والحلوه غبيه، بكره كل النسوان بينبسطوا انا غبيه. لا انا بقول مطلوب المساواة. ليه لا؟ بس الستات لما بيطالبوا بحقوقهم القصه منا مزحه ابدا. لا لا. ولا قوه. انت ممكن تشتغلي على التالة؟ ممكن. لا لا الهمة تقوي عضلاتي. يعني فينا نقول ضاعت الطاسة وعجقت منيح. هي ممكن تتفهم يا استاذ دريد اذا غنيناها. نعم. يعني اذا ابتدينا تعولم عليا، يعني واحد يقول لواحد تعولم عليا وحاجات كده. علمة لازم نكون موجودين. ليه احنا كعرب ما بنوريش ما بنوصلنهمش كلمتنا بلغتهم؟ احنا بنقول كلمتنا بالعربي لانه نحن اجانب مش الفضائيات العالميه كلها لما بتفهميهم ستات واربعه. لا لما بنوصل يعني عم تقولي مطلب كثير حقيقي ورئيسي. اليوم صار في عندنا فضائيات عربيه، عندنا فضائيات عربيه. شدك من شعرك انت. فضائيات عربيه توصل كلمه العرب للاجانب. هلا ما بتصور انه سؤال وجواب ووسائل المساعده والاتصال بصديق. أنا ما تفكروا انه خلطنا بالبرنامج. اتاكد من المساله. اسالك سؤال. تفضل. في مثل شعبي بيقول
حبلة ومرضعة وعلى كتفة أربعة وطالعة على الجبل. أعطيك أربع احتمالات شو طالعة تعمل؟ إنه الطعم الجمال تقطف عكوب الجبل تعبي حلل تجيب دواء للحبل. ممكن حد إجابتين ولا ما في مساعدة؟ عد لك سؤال. حبلة ومرضعة وعلى كتفة أربعة. حبلة أيوة. ومرضعة وعلى كتفة أربعة وطالعة على الجبل الطعمي الجمال تجيب دواء للحبل تقطف عكوب الجبل تعبي حلل. والله كلهم ممكن يعني. كلهم ممكن. كلهم ممكن. هذا سؤال 10 ملايين صراحة مو بمليون. حدا بتريد تستعين بالجمهور؟ والله حدا بيعرف؟ يا ريت. حدا بيعرف الجواب؟ يلي هو ها؟ تجيب دواء للحبل ورجع لنا المليون. منيح انه خلص بالمليون وما طلع له هالسؤال. يعني انا عشرت زملاء عرب ما بيجوش مصر الا عشان شارع الهرم. ايه شارع الهرم؟ بس يعني انا درست في مصر بالمناسبه ولا اعرف هل شارع الهرم لا يزال محتفظ بنفس يعني لا يعني ما شفت الكباريهات لاني كنت طالبه ادرس في مصر. طيب انت طالبه يا ماما؟ لا انت قاعده في البيت يا حبيبتي طالبه. مش عايزه تبقي طالبه الكباريهات. يعني انت مثلا عاوزان اشوفك بالليل في الكباريه وانت لا 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 الصبح طالبه مش الوحيد. لا انا مضطر يعني عاده نشوف برنامجنا نساء ورجال ايه بس باحدى الحلقات ضيوفنا كانوا كلهم ستات والموضوع نميمه والله يساعد الاستاذ زوران ولا بيعدوا ليشوفوا مسلسل الحاج متولي على بكره بيكون بيكون في اهداف اخرى وهون بندخل بالنميمه بقى بالنميمه والقلي لانه معروف انه حطوا المقلايه لنشوف اليوم على مين بدنا نحكي. ما قبل شوي قبل ما ندخل الاستوديو لما قلت لك جاي السيده سميه الخشاب انا عفوا الانسه المدموزيل سميه الخشاب قلت لي طيب وشو الدور اللي عملته يعني انا قلت لك لكن انا قلت لك صديق إلي قال لي لك يا دورين هذا البرنامج تبعكم برنامج مؤامرات. قلت له ليه؟ قال لأنه بتحاولوا بهالبرنامج تورطوا الضيف بالحكي. قلت له أنا نفسي تعرضت لمؤامرة. مر معي بهالبرنامج لحظات حلوة كتير ولحظات مرة كتير لكن أحلى لحظة كانت المؤامرة اللي تعرضت لها لما البرنامج جاب أحفادي من الشام وفاجأني فيهم بالاستوديو أثناء التصوير قالوا لي كل سنة وأنت طيب يا جدو. أمر لحظة بقلكن عليها بعدين. مبروك وألف مبروك كل أحبابك يهنوا. مبروك وألف مبروك كل أحبابك يهنوا. يا طيب يا غالي يا منور الليالي. يا طيب يا غالي يا منور الليالي. حب ما ينوصف حبك. مبروك وألف مبروك كل أحبابك يهنوا. يا طيب يا غالي يا منور الليالي. يا طيب يا غالي يا منور الليالي. حب ما ينوصف حبك. مبروك وألف مبروك. إن شاء الله صحة الحلو بعد شوي ورجعين. من أهم مشاكلي بهالبرنامج إنه منين بدي أجيب 58 طقم ل 58 حلقة. بس مرتي حلتها قالت لي دوريت بس الرجال يغير الجرافي بتغير شكل الطقم نهائي وفعلا
كان هذا الحل الأمثل. لكن حبايبي بالبرنامج حبوا أنه الناس والمشاهدين يشوفوني بدون رتوش بدون تياب. قراء 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 ولو بنيجيا ولو بنيجيا ولو الرجل الأسرع وان مور ايه من عيدة شو خايف منك انا ها هو يزيح انا ما هذا خلق ان شاء الله مفكرني مانيكان. عندنا مقابله مع بيل كلينتون لك البنات شو انبسطوا بتحبوهم وانا مش وبشكي داخلكم. من هذا الرعديد؟ الصحفي مارلين ديك. وينو مارلين فوق وينو مارلين بوخ. يا جماعة شوفوا أنا يعني بتحملكم للستة سبعة بدي خلقي ثمانية بعصب 12 بالليل بمشيها. لكنني وددت عفوا سوري هيدا فصحى يا جماعة ما فينا نمرقها سوري أنا بعتذر. أو يا ترى هالشي يعني مزعلك؟ كلا لكنني وددت لو يطبقون ما يكتبون. هنعيد يا سيدي هنعيد. شو بكي شو مني عمله؟ كان كل ليلة كان هي الليالي كده الليالي طبع الليالي كده طبع الليالي هي الليالي كده الليالي طبع الليالي كده طبع الليالي. هنعيد يا سيدي هنعيد. ما عاد سر انه اي عمل فني طوله ساعة وراه جهد طوله ايام وتعب وضنا وجنود مجهولين بيحاولوا بكل هذا الجهد يخطفوا منكم ابتسامة رضا. بتمنى تقبلوا صحن صغير من الجهد. لما بتكون حلقة على مسؤوليتي على الهواء بتكون الحلقة اللي بدها تتصور على نار التحضير. فريق العمل بيجتمع مع كل حلقة جديدة. الجرائد والمجلات بتكون البداية للتفتيش عن مواضيع جديدة ومحاور لترتكز عليها الحلقة. طبعا النقاش هو سيد الموقف ببداية التحضير لكل حلقة، بس بالنهاية بتتلاقى الآراء وبتم اختيار المواضيع والكل مقتنع. لحظة، مش كل شيء بهالسهولة، لأنه في كتير ضايل من الصعوبات والمشاكل قبل ما نحكي هاي حلقة من برنامج على مسؤولية. مين الضيوف؟ ضيوف كل حلقة من البرنامج أسماء لامعة بعملها، وحيشاركوا بحلقة محاورها بتختلف عن مهنتهم. ويحكوا عن أحداث ومواضيع ممكن يعطوا رأيهم فيها جلستهم الخاصة، والمطلوب وعلى مسؤولية دريد لحام يحكوا فيها على الشاشة قدام الملايين. مهمة صعبة تيقتنعوا. اتصالات وانتظار جوابات وموافقة على الحضور، الغاء بآخر لحظة وتحضير فيزا وحجوزات بالأوتيل
ومواعيد وصول وسيارات للتنقل. بالمقابل فريق العمل بيكون عم بيحضر المواضيع، بحث على الانترنت، تفتيش بالمجلات والجرايد والكتب، وطبعا تحضير الملفات والمواضيع بالتعاون مع الكتاب من مختلف الوطن العربي. اعداد النصوص، المونولوج، توب 10، حوارات، تصوير البوكس بوب، حجوزات الاستوديو، مواعيد التصوير، وبيوصل يوم التسجيل. استقبال الضيوف، تصوير الفقرات، لتصير حلقة كانت على الورق على كاسيت الفيديو. لحظة، بعد ما خلصت الحلقة، بعد في المونتاج والسهرة طويلة حتى تنجمع الحلقة لتكون جاهزة للبث مساء الأربعاء. وحلقة جديدة عرف الأرشيف، وحلقة جديدة للتحضير. كثير من ضيوفنا تمنوا يكونوا بمواقع مسؤولية، بدعي لربي ينولوا اللي ببالهم، لكن دوما بخاف انه اذا وصلوا للمواقع يا اما يستقيلوا على اساس فالج لتعالج او يتغيروا ينسونا، لكن دايما عندي امل انه تحصل المعجزة. في السؤال الاخير، لو كنت بموقع مسؤولية شو بتختار، شو اول قرار بتعمله استاذ محمد؟ بعولم القنوات العربية كلها. عوربي عوربي تعولم علي يعني دفك عولمك يا حبيبي. بما ان في ظروف ملخبطة في المجتمع العربي، فانا هختصر واحل مشكلة جامدة جدا. هضحي بنفسي وحتولى رئاسة الولايات المتحدة الامريكية، واول قرار هاخده حضرة باسرائيل. سيدي جيزيل، باعتبار امريكا هلا هي عم تسيطر تحكم العالم، ونحن قبلانين بانك انت تحكمينا رئيسة جمهورية امريكا، شو ممكن تعمل؟ يعني قلت انا بدقي اعلى شيء في هذه الدنيا. اول شيء بنرتاح من صورة جورج بوش. نعم، ألذ انه يكون مثلا امرأة مثلي او مثل غيري يعني. لا لا تحكم. نعم نعم، نحن موافقين. بس انه في هيك كم رئيس وكم نظام مش عاجبيني بركي شيلهم. بدول العالم الثالث قصدك؟ دول لا، مو بالعالم العربي طبعا. بدول بلا من دول العالم الثالث بدك سميهم. إيه؟ كمان لا لا ما ما انت رح تروحينا دي. فكرت طبعا في الموضوع ده، بس دلوقتي وحضرتك بتقولي قعدت افكر انا هبقى ايه، فاللي جه في بالي ان انا هبقى رئيس وزراء اسرائيل. ليه بقى؟ انا دبحت. علشان هنتحر. هقوم منتحر كده واخلص. شكرا سيد شارون، سلامتك. أنا لو كنت سيدة القرار لأمرت نصف رجال هذا الكون عندي يركعون، ورميت فوق جنونهم زيتا ونار. يا حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك يا جماعة. اللي مش عاجبه الكلام ضل بالنص التاني. لا 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 لا، أنا اللي مش عاجبه الكلام لا حرام يا جماعة. اللي مش عاجبه الكلام ضل بالنص التاني. نون النسوة ما ينفعش من غير الرجال، صح يا بنات؟ صح يا بنات. أنا قلت نصف رجالي هذا الكون في نصف فعلا بهالعالم. النص التاني هيبقى متاخد، مش ممكن ابدا. لا اللي بدهم يروحوا اللي ما لهم عاطفه. كلها كل واحد له 10، ما ينفعش. ما ينفعش، مين قال لك انه له 10؟ اختار موقع مسؤوليه وقول شو ممكن تعمل. انا لو خيروني اختار اكون رئيس الصين ان شاء الله يوم واحد. بدك تعمل كيف بدك تعمل؟ ايوه لا من غير حاعمل هو يوم واحد، لان انت عارف انهم مليار وربع. هروح واقف واقول لهم اعملوا ايدكم كده، فمليار وربع هيعمل ايده كده، هقول لهم قول ورايا اللهم انصر اطفال الحجاره، هيقولوا ها 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 اكيد مليون وربع دعوه هتوصل. اول ما دعيت على الحلقه كنت عم بسال حالي لما بدك تسالني هذا السؤال شو بدي اقول. ففي شغله انا غصه جواتي، وهلا بما انه كنا عم نقول يا ريت الاعمال الدراميه اللي نحن بنساويها انه يشوفوها المسؤولين ويحققوها. انا حلمي انه تلتغى الحدود
بعد فيلمك استاذ دوريد، ويصير عنا عمله واحده، هويه واحده، جواز سفر واحد، ما نضطر ابدا نوقف على الحدود، وخصوصا الفلسطينيه بما انه انا فلسطينيه. و انا كثير من المرات كينتابني واحد الشعور لما تكون تشوف التلفزيون والتظلمات اللي كتوقع على الشعب الفلسطيني ومن قبل على الشعب اللبناني. كنتمنى نكون سوبرمان ونطير من كازا بلانكا ونمشي لقطاع غزه والضفه الغربيه والقدس ونلوي مثلا الدراع ديال تلك الدبابات، ويمكن نرفع دبابه من هون ونرفع دبابه من هون، وتبعوني الاطفال ديال الحجاره. ممكن موقعين وقرارين مسؤوليه. إيه؟ تفضل تكرم عينك. انا بديك موقع. تكرم عينك. هلا مصحح لك بالسعوديه موقعين جاي تاخذهم منا نحن. تفضل استاذ سعد. تفضل. القرار الاول، واني اتمنى اني اجمع طالبان وبن لادن والقاعده في ميدان عام، وأقول لهم التالي: ماذا فعلتم بالإسلام إذ أظهرتوا دين هدم وهو دين بناء وحضارة؟ نعم. ماذا فعلتم بالعرب إذ أخرجتوهم ضد كرامة الإنسان وضد الحياة؟ القرار الثاني وهو أبسط بكثير، أني أكون مدير محطة الام بي سي. تمنعني. ده انت تمع أو؟ وأوقف برنامج على مسؤوليتي. وأساعد في محاكمة دريد الحام لأنه بيعلم الناس عادات غير حميدة مثل الحرية. بعد الحلقة حنتوقف للموسم القادم، بس ما بعرف كيف بدي أقدر أتحمل عيش بدون الناس اللي صرت منهم وصاروا مني. لما يفوت واحد منا لمطعم يقعد على طاولة، إذا رجع له المطعم بيتمنى يقعد على نفس الطاولة لأنه بصير صديق للمكان. أنا هون كل شيء صار صديقي، الحيطان، الكراسي، الناس صاروا حبايبي. كيف بدي أنساهم؟ كيف بدي أنسى ريفا وحاملة على ابتسامتها فنجان قهوة؟ كيف بدي أنسى الجنود لا لازم اهدى شوي. إلى اللقاء يا حبايب، إلى اللقاء في الموسم القادم.